بجد كلمة مقترنة بنص كلمة، فدايما بحس ان انا نص كلمة. الكلمة بالنسبة لي نص كلمة بجد، يعني ما عنديش حاجة اقولها غير انه هتوحشنا، بس هتفضل نص كلمة في وسطينا، هيفضل روحك في وسطينا، هفضل افتكر الوقت القليل اللي قعدت فيه معاك، والكلام اللي بسمعه منك هو بعشر سنين ممكن اكون عشتهم وسمعت كلام من الناس وقعدت مع ناس وقريت كتب. نص كلمة اظن كان اي مصري لو بيعرف يقرا او بيقرا او مجرد بيجيب الاخبار كان بس عشان يقرا نص كلمه ويفهم سياسه البلد كلها ويفهم ايه اللي حاصل في البلد النهارده من نص كلمه، مفيش اعمق اكتر من كده يعني.